نصايح لأي حدا عم يمرق بكيموثيرابي وعم يتساقط شعره. Hi guys and welcome back to Lean Vlogs. أنا اليوم لساتني على الكنباية من بعد الحادث، لهلأ ما عم بقدر إني أقوم وأتحرك، سو قلت لحالي خليني شارك معكم هذا الفيديو، بلكي كتير من النساء والصبايا ممكن يستفيدوا، خصوصي منهم اللي عم يفوتوا بكيموثيرابي وعم يخسروا شعره. لحتى ما كذب عليكم، لقدرت إني أعمل هذا الفيديو كتير أخذ مني جهد وإرادة، لأنه بالنسبة إلي هذا شوي موضوع حساس، وبعرف إنه هذا الموضوع حساس بالنسبة لكتير من الصبايا اللي ممكن تخسر شعره من بعد الكيموثيرابي. بس بما إنه أنا نفسي كنت قاعدة عم دور على هذا الموضوع قبل ما حتى فوت على الكيموثيرابي، حبيت إنه شارك دول المعلومات معكم لحتى كل الصبايا يلي موجودين هون يستفيدوا. وبتمنى قبل ما تكملوا الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا هذا الفيديو مع أكبر عدد من العالم لحتى الكل يستفيد. ولي هون معنا لأول مرة، حابة إني إلكن هاي، أنا اسمي لين وقناتي اسمها لين فلوجز، بشارك معاكم يوميات وفلوجز وأمور من حياتي الشخصية، كل شي بيكون unfiltered، حياتي مثل ما هي. ومن وقت ما اكتشفت إنه معي سرطان حبيت إني شارك هذا الموضوع مع الجميع، لأنه هذا جزء لا يتجزأ من حياتي، وهي حياتي أنا حاططها قدامكم لحتى تشوفوها وبركي تقدروا تستفيدوا منها. واللي ما بيعرف طبعا، هذا ما له هو شعري الحقيقي، هاي الويك حطيتها من بعد ما خسرت شعري من بعد ما بلشت اعمل جلسات الكيموثيرابي. بهديك الفترة شاركت معاكم تجربتي بالكامل، ورح اترك لكم اللينك somewhere over here لحتى تشوفوا ترجعوا له اذا حبيتوا. وكمان شاركت معاكم فيديو خليتكم انتم تختاروا معي شو هن الطواقي والشالات والويكس اللي انا حاختارها من بعد ما اخسر شعري بالكامل. طبعا قبل ما بلش باي شيء، انا ما بدي استهين ابدا بالمرض، ولا بدي استهين بالكيماوي، ولا حتى بدي استهين بتساقط الشعر. بعرف انه هذا الموضوع ممكن يكون كثير سنسيتيف، خصوصي عند البنات يمكن اكثر من الشباب، بس بعرف انه صعب بكل الحالتين. وبتذكر بفيديو من فيديوهاتي لما كنت عم بعمل اوائل جلساتي الكيماويه، كنت عم بطلب من الكل يدعي لي انه ما يهر شعري، بعدين صرت افكر انه لا، حتى لو هر شعري المهم تدعوا لي اني طيب. يا الله، ادعوا لي ما يهر شعري، ادعوا لي اني اكون اقوى، ولقلكم ادعوا لي اني طيب بس لو هر شعري، لانه فعلا الشعر بيطلع. وانا عم بحكي عن تجربه، لليوم صرت عاملة 5 جلسات كيموثيرابي، ومن هلأ فيني قلكن إنه شعري بلش يطلع. يمكن لليوم ما عندي جرأة إني أطلع بشعري مثل ما هو، وبفهم أي بنت ما لها حابة تطلع هذا الشيء، بالنهاية هذا قرار شخصي. وطبعاً كمان منحب إنه نطلع نحن بأحلى حالاتنا، ومشان هيك حبيت إني أعملكن هذا الفيديو لحتى أعطيكن أفكار من خلال تجربتي أنا. قبل ما يهر شعري صرت أسمع كتير من صبايا قبلي مروا بنفس التجربة، صاروا يقولوا لي إنه ما خاف، وإنه الشعر رح يرجع يطلع، وإنه أبسط شيء ممكن نخسره هو الشعر. لحتى أكون معكم كتير صريحة، هالكلام كان كتير على قلبي، ما كنت عم بقدر إني أقتنع فيه 100%، لحد ما انحطيت أنا بالموقف نفسه. واللي بقدر إلكن إياه من خلال تجربتي أنا الشخصية، إنه يلي أصعب من حلاقة الشعر على الأخير هو تساقط الشعر قدام عيوننا. أنا مرقت بفترة كانت من أصعب فترات حياتي، كنت فيه من النوم وشوف شعري خصل على المخدة قدامي. هاي الكنباية عندي، وحابة فرجيكم بس كمية الشعر يلي عم تنزل. ما بعرف إذا حتوضح معكم ولا لا، بس لحاول جهدي، يعني شعري عم يكون على كل محل. بين معكم شوي. وفعلا الصبايا اللي مرقوا بهي التجربة من قبلي نصحوني إني أنا أحلق شعري بالإضافة لدكتوري، لحتى حاول إني خفف العذاب اللي أنا ممكن أتعرض إني أشوفه كل يوم عن يوم. في اللي عملته، وأنا كان شعري كتير طويل حاولت إني درجه شوي شوي. أول مرحلة عملتها إني قصيته بشكل كتير قصير، والمرحلة اللي بعدها رحت على الصالون وحلقت شعري على الكامل. نرجع لسأل مجرب ولا تسأل طبيب، نصيحتي لكم انتوا بلشوا درجوا شعركم تدريجيا
إذا كنتوا عم تمروا بهي الحالة بعدين روحوا أنتوا بإيدكم وحلقهم. وصدقوني يا شباب ويا صبايا، والحكي عم وجهه للشباب كمان لأنه بعرف أنه في كتير شباب صعب عليها كمان أنها تخسر شعرها. صدقوني أي شيء منهرب منه بيصير بيكبر براسنا كتير وبيصير بيخوفنا كتير، مشان هيك أنا بقلكن أنه واجهوا. وقت تتعرضوا لهذا الموقف، وإن شاء الله يا رب ما حدا فيكم بيتعرض لهذا الشيء، ولكن إذا تعرضتوا لهذا الشيء بنصحكم أنه أنتوا تروحوا وتواجهوا وتقصوا شعركم بإيدكم. في فيديو كتير بنصحكم أنه تشوفوه، رح أترك لكم اللينك هون، رجعوا شوفوه، لأنه بالنسبة إلي هذا كان نقطة ترانسفورميشن من حدا فراجايل وضعيف لحدا قوي وانبريكابل. لحاكيكم بكل صراحة، أنا عملت أكثر من فيديو وحكيت قديه السرطان أعطاني قوة وقديه خلاني أعرف أني أنا قوية. وأكثر نقطة بحياتي بتذكرها وما بنساها هي النقطة اللي حلقت فيها شعري كلياته وانتقلت من حدا عم يبكي كتير لحدا unbreakable. على كل حال اليوم حكينا كتير وهلأ خليني أفرجيكم التيبس. أول شغلة رح أفرجيكم إياها اللي هي الشالات. إذا أنتوا حبيتوا أنه تستخدموا الشالات بنصحكم بالحرير لأنه كتير بيكون رطب على الرأس، لا بيشوب ولا بيعمل حساسية ولا أي شيء. على أي حال رح أرفع شعري بهذا الشكل رح أفرجيكم أول موديل. أنا الشال اللي عندي إياه اليوم هو شال طويل كتير، ما بعرف إذا حيبين معاكم، ولحاول إنه أقسمه بالنص. إذا شفتوني عم بطلع هون أو هون لأنه في قدامي مراية. عظيم لكان مسكت الشال وطويته ربع طوية، أوكي؟ وبمسكه وبحطه على شعري أو على رأسي بهذا الشكل، وبس أمسك الشال من هون على قد الرأس بمسكه بهذا الشكل وبعمل له ربطه من ورا. بعد ما بربطه من ورا بمسكه بهذا الشكل وبصير بدور الثنتين كتير منيح، بنمسكه هيك وبنربطه من هون، بربطه هيك ومن هون فوته من الجهتين. انا حبيت اني اترك هي لحتى تكون هيك شوي موديل، بس هي اوبشن اذا حبيتوا انتم تجربوها. وهلا خليني افرجيكم الشغلات اللي انا بستخدمها. في فيديو على قناتي اسمه اختاروا معي شعري الجديد، واغلبكم كنتوا عم تكتبوا لي انه هي الكاب اللي بتجي مع شعر، واكيد شايفيني فيها بكثير من الفيديوز، كثير مريحه وكثير مفيده، وفعلا كثير انبسطت اني سمعت نصيحتكم واشتريتها. هي بتشوفوني فيها باغلب الفيديوز تبعي لانه كثير مريحه وما بحس انها بتعمل لي اي حساسية من جوا، خصوصي انه من هون بتجي قطن فما بتسبب حساسية على الراس نهائيا. اما بالنسبة للويك اللي انا هلأ لابستها، انا لابسة شعر طبيعي 100% لانه هذا الشيء كمان بيخفف الحماوة على الراس وبالتالي بيخفف الحساسية. في كتير محلات فينا نجيب منها هي الكاب، اذا حبيتوا رح اترك لكم اللينكس بالدسكريبشن بوكس للي حابب يجيب مثلها. اما بالنسبة للشغلات الثانية اللي ممكن تستخدم بقلب البيت، فانا بحب هدول الشغلات، بيجوا مثل طواقي قطن على قد الراس وماسكين كتير منيح وبنفس الوقت كتير بيكونوا رطبين. وهي تحديدا من احلى الشغلات اللي اشتريتها سو فار، اشتريتها بدولارين ونص من على موقع شي ان، كمان رح اترك لكم اللينك بالدسكريبشن اذا حبيتوا. في موديلات كتير وفي الوان كتير، انا بالنسبه الي بحب الالوان الفرحه كتير. كمان شغله ثانيه على هذا المساء، في شغلات مثل هيك بيجي البوم من قدام، طبعا الخيارات غير محدوده، في من قدام، في من على الشنب، في من ورا، كمان بيجوا هدول كتير مريحين على قد الراس، فيكن تناموا فيهم ما بيتحركوا، فبتحسوا انه الوضع سكيور بهي الطاقية. اما بالنسبة للشتاء البينيز اللي كلياتنا بنعرفها، انا بحاول اني نقي شي يكون فرو من جوا لحتى يدفي الراس شوي وبنفس الوقت بيطلع شكله كتير لطيف وكيوت. اما بالنسبة للصبايا اللي عايشين باماكن ما متوفر عليها هيك شغلات، ففيكم بكل بساطة انه تروحوا عند اي محل ببيع غراض للمحشبات وتجيبوا طواقي مثل هيك وتنقوا الالوان اللي انتم بتعجبكم، وكمان للبيت كتير بيكونوا مريحين مو شوي. على اي حال مغزى فيديو اليوم مو هو بس حتى اعطيكم افكار للفات الراس، اليوم حبيت اني اعطيكم بوست معنوي كتير كبير لاي حدا عم يمرق بهي التجربه، لحتى لكم انه صدقوني هي مرحله ولح تمرق، انا مرقت فيها، في كتير صبايا من قبلي مرقوا فيها، والاهم من هيك كلياتنا رح نطلع منها وشعرنا رح يرجع يطول ويطلع احلى بكتير من قبل، هذا الشيء انا متاكده منه. المهم انه نحن نضل قوايا ويضل في عنا ايمان كامل انه نحن رح نتغلب على هذا المرض. هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا وتسليتوا واستفدتوا، بتمنى تشاركوا هذا الفيديو مع اكثر
أكبر عدد من العالم لحتى الكل يستفيد، ونذكر بعض كلياتنا أنه نحن قوايا ونحن قد السرطان. أما أنا بحبكم قد الدنيا كلياتها، وشوفكم بالفيديو الجديد. باي باي.